النهارده ذكرى وفاه الفنان الراحل العظيم محمود كشكوكو، رائد فن المونولوج في مصر، واللي كان ليه كاركتر وكاريزما في كل الادوار اللي عملها في السينما، وكمان ايضا في المونولوجات الفكاهيه والنقديه اللي قدمها. محمود كشكوكو يعني لو اتكلمنا على المونولوجات يا مصطفى حدث ولا حرج، بس من اشهرهم جرحوني وقفلوا الاجزخانات ويا ودي حدقه، وفي ذكرى وفاه محمود شكوكو. خلينا نتابع هذا التقرير وما نرجع هحكي لحضراتكم قصه الاسم محمود شكوكو. شوفوا التقرير ونرجع لحضراتكم على طول. ما فيش في القلب غيره، يموت هو في عذابي، اموت انا في ضفيره. تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الراحل محمود شكوكو الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 1985 بعد صراع مع المرض. وعرفت سر وشفتيني في وحدتي، وكل ما الهوى يكويني مفيش غلي في جاكيتا في جاكيتا دخلك مش عذاب. لفت محمود شكوكو الأنظار إليه بشخصيته ومونولوجاته المميزة التي شكلها بكاريزما خاصة به جعلته أحد أهم النجوم في تاريخ المونولوج والسينما بصفة عامة، بعدما ذاع صيته وأصبح اسمه الأشهر في زمانه. يلف ملايته لفة والعالي يجيله هفة والطوم في الحتة دفة والمبان بشايره. ولد محمود شكوكو في حي الدرب الأحمر في الأول من مايو عام 1913، وبدأ حياته المهنية من خلال العمل كنجار في ورشة والده، واستمر في العمل معه حتى سن 23. انضم شكوكو إلى فرق التمثيل التي كانت تقدم عروضاً في المقهى المواجه لورشة والده في أوقات فراغه، لكن سرعان ما تحولت هذه الهواية إلى شغف، ثم بدأ الغناء في حفلات الزفاف وانضم إلى فرق غنائية، وبذلك بدأ يكتسب شهرة كبيرة. قدم الفنان شكوكو العديد من الشخصيات من خلال أعماله السينمائية، حيث إنه أدى شخصيات عديدة منها الحلاق والنجار والأهوجي، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات الأخرى. سارع في سوق الزلط بالسيكة والأشواق، سبع صنايع وبكتف البلد ضايع، سواق ومضرب وبكره هشتغل حلاق. كما قدم الكثير من المونولوجات الفكاهية والنقدية، ومن أشهرها جرحوني وقفلوا الأجزخانات وحمودة فايت يا بنت الجيران وفستان الحلوة، بالإضافة إلى غيرها الكثير من الأعمال الموسيقية. ومن أهم وأبرز أفلام الفنان محمود شكوكو شلة الأنس، البحث عن المتاعب، واحد في المليون، ودلوني يا ناس. ورحل الفنان محمود شكوكو عن عالمنا في 21 من فبراير عام 1985 عن عمر ناهز 72 عاماً، وبعد أن ترك بصمة مميزة في تاريخ الفن المصري والعربي. زي ما تابعنا مع حضراتكم وزي ما وعدتكم احكي لكم بقى الاسم جه منين، اسم محمود شكوكو يا مصطفى جه منين. في ناس متخيله ان هو لقب، لكن المفاجاه بقى ان هو اسمه بالفعل محمود شكوكو. الاسم جه منين؟ الاسم ان جده كان اسماعيل موسى كان عنده هوايه تربيه الديوك، فكان لما كانت الديوك كانت بتتخانق مع بعض او ال 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 تعرف المعركه اللي بتحصل ما بين الديوك دي، وكان في كان في زمان كان في مراهنات وحاجات كده حتى بره مصر يعني، بس لا يعني هو كان بيهوى بس تربيتها. فكان ضمنهم ديك كبير شويه اكبر من الباقيين اللي عنده، فلما كان بيجي يتخانق مع الباقيين كان بيعمل صوت مميز، فهو كان بيوصل له شكوكو، فهو عجبه قوي الصوت اللي كان بيسمعه. فقرر لما محمود الفنان محمود شكوكو لما اتولد والده صمم انه يسميه محمود، وإرضاء لجده تيمنا بالظبط، فهو كمان جده كان مصمم على اسم شكوكو، فيعني إرضاء للجد سموه محمود شكوكو. فعلا في قيد السجلات هو اسمه محمود شكوكو كاسم مركب نسبة للديك اللي كان عند جده، ودي كانت دي حكاية جميلة جدا. طبعا كلنا عارفين هو يعني رائد فن المونولوج، وهو اشتهر بأدواره الجميلة وخصوصا مع إسماعيل ياسين، كانوا عاملين ثنائي ما يتعوضش
كتير جدا من افلامهم القديمه الابيض واسود تحب تشوفهم مع بعض، كانت يعني ضحكه ما تكتملش غير بالاثنين دول فعلا لما يكونوا جنب بعض في مشهد واحد. صحيح.